فيما يخص هذا التصريح ديال سميتو ديال الامن، فيما يخص يعني ان احمد عصيد كان مستهدف من طرف هذه الخليه الارهابيه اللي تفكت مؤخرا، فماشي اول مره يعني يتم هدر الاستاذ والباحث احمد عصيد. فقبله يعني كانوا دعوات تحريضيه للدوله في المساجد، خاصه تذكروا الدعوه ديال ابو نعيم مثلا في الدار البيضاء، ومجموعه ديال الخطباء وفقهاء ام في وجده في طنجه في بزاف ديال المساجد كتدعو الى هدر دم الاستاذ والباحث والمناضل احمد عصيد. فيعني هاد الدعوة لا يمكن إلا أن الإدانة ديالها، هاد خفافيش الظلام يجب أن الدولة توقف بحزم ضد هاد الفتاوي وضد هاد يعني محاولة هدر دم ديال الناس اللي كيفكروا بعقلية اللي هي مختلفة على التفكير ديال السلفيين ديال المتشددين ديال الإسلاميين. وبالتالي أن الدولة يجب أن تتحمل كامل المسؤولية فيما يخص ضمان سلامة المواطنين، بحيث انه كل واحد عنده حق انه يفكر كما بغى، وهذه دخل حريه التعبير، ماشي حيث ان الاستاذ احمد عصيد عنده تفكير مخالف للمشروع الاسلاموي انه يجب سميته. فهذه يعني هذه المحاوله يعني ولا هذا سميته لا يمكن الا الادانه والتنديد بها، والمغاربه خاصهم يكونوا متواجدين لان هذا الخطر الارهابي هو كيزحف البلاد. احنا خاصة الى عرفنا داكشي اللي وقع في ليبيا وجايين دابا لتونس الى اخره، دونك خاص تكون اون فيجيلونس، يعني تكون واحد التعبئة كافة الأصعدة. وفوالا فوالا سكو جو بو دير. قضوي في الله حفظك. السر فرعية جبد اليوم لحد ما كاين حد من 1966 ماجيسكين. شنو هو؟ الشرب. شنو هو في الكاس؟ غادي تشرب شي حاجه؟ عندك 10 دراهم غادي نسدو حاجتك بالانترنت بوحدو مع ميديتال. تكونيكتا النهار كامل من بورطابلك غير بخمسة دراهم، يكفي تدخل كود الروشارج متبوع بنجمه ثلاثه. عندك الانترنت حتى التليفون عنده. ميديتال ديما راحتك.